على خشوم جبال الهضبة الوسطى بمحافظة حضرموت يتمركز المئات من أفراد الجيش الوطني وقوات النخبة بغرض كبح جماح تحركات عناصر تنظيم القاعدة الذين تتهمهم السلطات بتنفيذ هجمات في مديريتي دوعا والضليعة. تم تموضع هذه القوة كمعسكر ثابت سوف يمتد إلى كل مديريات دوعا وضواحيها وتأمين جميع الشعاب والعقاب والمناطق بعد الهجمات التي الميؤوسة التي نقول قاموا بها أفراد خارجين عن القانون لا ينتمون لأصالة وحضارة الحضارم بشيء. رد القاعدة على هذه التحركات العسكرية لم يتأخر كثيرا حيث استهدفت بسيارة مفخخة يقودها انتحاري إحدى النقاط المؤدية إلى معسكر هضبة بضة ما أدى إلى مقتل أحد الجنود وإصابة اثنين آخرين. القيادة العسكرية للحملة قالت إن الهجوم لن يؤثر على معنويات أفراد الجيش الذين ينفذون عمليات تمشيط واسعة للجبال بمشاركة طائرات الأباتشي التابعة للتحالف العربي وبناء المتارس والتحصينات الأمنية. نوجه رسالة إلى عناصر الإرهاب في كل مكان وفي كل وادي، نحن وراهم بالقوة، هذه قوة النخبة الحضرمية، وسندق عكورهم وأوكارهم، نحن وراءهم إن شاء الله، وسنأتي بالنصر لحضرموت كامل واديها وساحل، وسنحرر البلاد منهم. الله أكبر. وكان الوكيل الأول للمحافظة المقدم عمرو بن حبريش قد نفذ نزولات تفقدية لمواقع القوات في زيارة تهدف إلى رفع الروح المعنوية للمقاتلين. قواتنا ذياب النخبة حقيقة يعني ما نقدر نجازيهم، الذي هم دائما متعطشين لمواجهة القاعدة، مواجهة كل أعداء حضرموت، هم فخرنا، محل فخرنا، ونحن ندعمهم بكل ما أوتينا من قوة. وتبدو الهضبة الوسطى مقبلة خلال الأيام القادمة على مواجهات متعددة مع الجماعات المسلحة التي يرى مراقبون أنها فقدت قدرتها على التحرك في المناطق الساحلية. ينتظر أهالي الهضبة الوسطى أن يساهم انتشار هذه القوة في تعزيز حضور هيبة الدولة وإعادة الأمن والاستقرار إلى مناطقهم التي شهدت في الآونة الأخيرة تواجدا للعناصر المسلحة الخارجة عن النظام والقانون. محمد اليزيدي لقناة بلقيس، مديرية دوعا.